السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. هتكلم النهاردة عن مشكلة آلام المفاصل. الحقيقة ناس كتير جدا بتشتكي من ألم في المفاصل. عايزين نشوف مع بعض هو إيه الأسباب. أول حاجة هنتكلم على تآكل المفاصل، لأن هو ده اللي موجود عند أغلب الناس. طبعا تآكل المفاصل ده بيجي نتيجة الوزن الزايد. طيب لو انا بقى وزني 100 120 150، طب ما كده الركب دي مش هتتحمل، يبقى هيجي عليها وقت الغضاريف اللي فيها هتتاكل، هيحصل تاكل في الغضاريف وهيحصل الام فظيعه، ممكن توصل لتغيير مفصل. وحتى تغيير المفصل يعني ده بس بيحصل علشان نرتاح من الالم، ولكن مش هو طبعا مش هيبقى زي المفصل الطبيعي اللي ربنا خلقه. فمهم جدا ان احنا نحافظ على المفصل بتاعنا. نخلي بالنا بقى مش نستنى لما نتخن، يعني اللي خلاص وزنه زيادة طبعا لازم يخس، اللي وزنه لسه ما زادش يخلي باله ويحط في دماغه كويس قوي ان الوزن الزيادة هو لازم هيؤدي في الاخر الى المشكلة دي. السبب التاني برضو النقرس. النقرس بيجي للناس، يعني هما كانوا بيسموه ده الملوك اللي هما بياكلوا لحوم كتير وكده، بس هو في الحقيقة ان النقرس بيجي نتيجة زيادة في انتاج حمض البوليك في الدم، يا اما في مشكلة في اخراج حمض البوليك او يكون بدون سبب. زيادة في انتاج حمض البوليك دي هتبقى نتيجة ايه؟ نتيجة تكسير في الخلايا، يعني مثلا في علاج معين بيكسر الخلايا، في سرطان دم، في حاجة، في سبب. الحاجة التانية المفروض ان حمض البوليك ده بيخرج من الجسم عن طريق الكلى. لو الكلى بقى فيها مشكلة فمش هيخرج كله، او يعني هيبقى فيه مشكلة في اخراجه، فبالتالي هيتجمع في الدم، هيعلى مستواه في الدم. برضو حمض البوليك لو عالي هو بيأثر على الكلى، يعني كلى بتتأثر بيه لو عالي، والكلى لو فيها مشكلة هي بتعليه لو هو أصلا مش عالي. ايه أعراضه؟ بيبقى فيه ألم في المفاصل، لأن هو بيترسب في المفاصل. هو بيترسب على المفاصل الكبيرة، صبع الرجل الكبير ده دايما هو اللي بيتأثر أكتر حاجة. فجأة كده الصبع ده بيحمر، بيبقى زي ما يكون فيه خراج بالظبط، وفي ألم شديد جدا. والحكاية دي في الغالب بتحصل بالليل، وما يقدرش يعني الشخص ده يكون حتى لو الدنيا ساقعة متغطش كله وسايب الصبع ده عريان، لان هو لو غطاه الألم بيزيد جدا. في طبعا أدوية بتقلل مستوى حمض البوليك، ولكن طبعا لازم احنا بنشوف السبب. لو في مشكلة في الكلى بنعالج الكلى، لو في مشكلة في علاجات معينة بناخد بالنا منها وبندي علاج ينزل مستوى حمض البوليك. برضو طبعا الناس دي اللي عندها نقرس في أكل معين لازم تتجنبه، اللحوم الحمراء، الكبدة، السلمون، السردين، التونة، في حاجات كده لازم يبعدوا عنها. ده بالنسبة للنقرس. احنا قلنا التآكل في الغضاريف نتيجة الوزن الزيادة، قلنا النقرس. هنقول بقى الامراض التانية اللي هي زي الروماتويد. الروماتويد ده مرض مناعي. يعني ايه مناعي؟ يعني الجسم بيحارب نفسه، الجهاز المناعي بتاع الجسم بيشتغل مش مع الجسم، لا ده ضده. طيب ده بيأثر على المفاصل. طبعا هو ممكن يعني الموضوع يوصل لتشوهات وعوجاج وكده في المفاصل، بس يعني هو دلوقتي فيه علاجات والمفروض ان فيه متابعة، فما بيوصلش للمشاكل دي. هو ممكن يأثر على كل حاجة في الجسم، يعني على القلب وعلى الكبد وعلى الطحال وعلى كل حاجة، لكن العلاجات والمتابعات قللت الموضوع ده خالص. ده الروماتويد. في مرض تاني اسمه الزئبة الحمراء، ده برضو مرض مناعي، ده بيأثر برضو على كل أعضاء الجسم وعلى المفاصل. ده بيجي للستات أكتر من الرجالة. في مرض كمان اسمه تليف الجلدي اللي هو سكليروديرما، وده مرض هو علاجه صعب شوية. ده بيبقى من أعراضه بيخلي الإيدين تزرق، الصوابع تزرق كده وتبقى متصلبة مش بتتني، عاملة زي المتجبسة. ممكن برضو بيعمل تليف في المريء وصعوبة في البلع. بالنسبة للحمى الروماتيزمية، هي بتسبب ألم في المفصل، وبيبقى الألم ده حاد، يعني هو بيظهر فجأة. فجأة المفصل بيبقى سليم وفجأة نبص نلاقي فيه احمرار وتورم في المفصل وألم، وبعد كده بيخف. هو بيخف يعني في خلال اسبوعين ثلاثة، والمفصل ما بيجرالوش حاجة، لا بيتآكل ولا بيحصل له حاجة. بس الحمى الروماتيزمية دي بتحصل دايما يعني في الأطفال أو قبل سن 25 سنة،
يبقى الاسباب هنجمعها بقى كده، تآكل في الغضاريف، حمى روماتيزميه، نقرس، الروماتويد، الذئبه الحمراء، التليف الجلدي، كل دي اسباب لالتهاب المفاصل. ايه بقى النصيحه اللي انا انصحكم بيها عشان نتجنب المشاكل دي اللي احنا نقدر نتحاشاه او نتجنبه؟ التآكل في الغضاريف، وده عن طريق اتباع لايف ستايل صحي، يعني احافظ على وزني، اخلي بالي وزننا ما يزيدش، نحافظ على الوزن المناسب، لازم نحافظ عليه باللايف ستايل الصحي، رياضة. طبعا يبقى في العادات الغذائية الصحية، ان احنا هنحاول ناكل خضروات وفواكه، نبعد عن المخبوزات والحلويات والدهون والاكل التكاوي، الحاجات اللي هي فيها سعرات عالية وفيها دهون وما فيهاش اي فايدة لينا. نشرب مية كتير، مهم قوي شرب المية، علشان هو بيساعد على النضارة، بيساعد على يعلي الحرق، بيساعد على خروج كل السموم من الجسم، بينظف الكلى. طبعا الرياضة دي حاجة مهمة جدا جدا، الرياضة بتزود الحرق، بتحسن الدورة الدموية، بتحسن المزاج، وبتقلل التوتر. احنا عارفين ان التوتر بيطلع هرمون الكورتيزول، هرمون الكورتيزول ده بيخزن مية في الجسم وبيقلل الحرق، وطبعا زيادته مش حلوة. كمان الرياضة بتساهم في زيادة الكتلة العضلية. زيادة الكتلة العضلية دي يا جماعة بتبقى مسؤولة عن سلامة المفاصل، بتدي قوة للمفصل وبتحافظ عليه وبتخلي قوة تحمله عالية. طبعا كمان احنا عارفين ان زيادة الكتلة العضلية بتساهم في زيادة معدل الحرق. زيادة معدل الحرق دي احنا محتاجين لها طبعا علشان المحافظة على الوزن الصحي. نحافظ على اننا ناكل اكل صحي، يعني ما فيش داعي للحاجات المحمرة والمقليات والكلام ده، نحاول ان احنا ناكل الثلاث وجبات بتوعنا في حدود السعرات محددة، ما نزودش في الاكل. طبق السلطة ده حاجة مهمة برضو علشان الالياف وعشان الفيتامينات اللي فيه وعلشان يحسسنا بالشبع. لازم ننام كويس، علشان النوم من 6 ل 8 ساعات ده مهم جدا. قلنا قبل كده ان مقاومة الانسولين بتتحسن لما الشخص ينام كويس ويعمل رياضة ويحافظ على وزنه، لان الوزن الزايد والدهون اللي جوه الخلايا تعلي مقاومة الانسولين، وكل ما تعلى مقاومة الانسولين كل ما الحرق قل وكل ما الوزن زاد وكل ما بقينا عرضة لمرض السكر، فاحنا لازم نخلي بالنا. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.